ايه مالك فيه ايه في حبيبتي مالك جرالك حاجه الكاوتش نام كاوتش تقوم تعيطي يا هلا طب ده نام يعني ما ماتش حرام عليك يا هلا انت صحتيني من احلى نومه يعني طب انت يعني فاتحه الكبوت ليه يعني لما الكاوتش نام بدور على الاستبن ايه السؤال ده انا اسف انا غلطان اني بسال صح بتدوري على الاستبن في الموتور الله يلعن ابو اللي ركبك عربيات على ابو اللي علمك السواقه طيب يلا يا هلا يلا قفلي العربية وتعالي اروحك يلا والكاوتش يخرم ام الكاوتش خلاص يا هلا انا صحيت يا حبيبتي هعمل لك كل اللي انت عايزاه سيبيه هو يبقى نايم يعني حد فينا يبقى نايم على فكره انا لو كنت اعرف انك هتزعل انا عمري ما كنت صحيتك روح نام لا خلاص على ايه خلاص انا خلاص لا بالعكس ده انا كنت زهقان وانا نايم على فكره انا كنت زهقان يعني انا كنت مش لاقي حاجه اعملها حتى كريك اصلا شوف كريك فين على اديكي بالكريك في ارضك مين مست كول يعني اكيد يعني يا نايم يا اما ميت استغفر الله العظيم بلبل ايوه كلمت صحيت ما تخض لنا الكاوتش ده جاهز يصحى شديت الصفون؟ يلا يلا عشان تخلصي الرسم اللي وراكي حاضر يلا بلبل افتح لي دي مش عارف الحياة بجد معقولة؟ يا بنتي حاولي وانا لازم كل حاجة اعملها لك ما انا جربت حاولي تاني جربي تاني لغاية ما تعرفي معقولة في حبه جم عليك قصدك في حبه ما جوش عليا خليهم يجوا عليا ليهم يجوا عليا عليك حسبي هل اوي تلك يا بلبل بلبل ايه وزفت ايه يا شيخ بس انت ايه اللي بالك كده مفيش هاله فارت في وش حاجه تضحك فعلا عرفت تضحك قوي دلوقتي صح حاجه تضحك بصراحه يعني ايه هاله في ايه انت بتغيري ولا ايه انت بالك يعني البنت اللي بتغير بتبقى مش واثقه في نفسها وانا اصلا ما بحبش موضوع الغيره ده لانه بصراحه خانقه انا خانقه عشان بس بسالك رايح فين وجاي منين وبترجع الساعه كام وتكلمني قبل ما تنزل وتكلمني اول ما تروح وبتقابل مين صدفه ومين بيكلمك في التليفون وما بتردش على مين وبترد على مين ومين فينا اللي هيرد ايه بلبل مالك بلبل مبلول بلبل مبلول بلبل اللي عمره ما اتبل في حياته انت بلتيه وبقول لك ايه بمناسبه بقى نخرج مع مين ونيجي مع مين ونروح مع مين والكلام الفاضي اللي انت قلتيه ده النهارده عيد ميلاد علاء وهنخرج نحتفل بيه في اي مكان بره هتيجي معانا ولا مش هتيجي معانا انت عارف ان انا ما بحبش اخرج مع ناس مش فاهم ايه الانطوائيه اللي انت فيها دي يعني عشان نخرج ننعزل كلنا على العالم ايه هلا في ايه بقول لك ايه وحياء هلا انا تعبت بجد تعبت كمل انت بقى وانت تحبي تعملي فرح ولا مش مهم يا هلا انت تحب ايه والله الرجاله كلهم ممكن ما يعملوش فرح عادي يعني انا كمان ممكن ما اعملش فرح عادي اوكي خلصتي طيب بالنسبه لشهر العسل تحبي شهر العسل يكون جوه مصر ولا بره مصر انت تحب ايه انا احبه يبقى بره مصر وانا كمان اوكي طيب تحبي الفانيليا اكتر ولا الشوكولاته انت بتحب ايه انا بحب الفانيليا وانا كمان كويس ده نوع الفراخ اللي انا بحبه صحيح انت بتحب السدر اكتر ولا الورد بتاع مين بص هو بالنسبه للرجاله بيحبوا الاثنين وانت ايه انا بحب الاثنين برضو ايوه خراشي خلصت خلاص يعني مش عارفه ايه ده انت خلصت السوبر ماركت كله طب بقول لك ايه صحيح ما قلتليش ايه رايك في طعم الايس كريم عجبك
تحفه. ايه هو اللي تحفه يا بنتي؟ انت ما اكلتيش ايس كريم اصلا، انا اللي واكل. انت ايه؟ اي حاجه بتقولي او خلاص اتجوز في اي حته وروح شهر عسل في اي حته. ايه؟ فكري في الكلام الاول يا هاله. طلعي لسانك، طلعي لسانك، طلعي لسانك. شو زيك؟ بصي ما فيهوش بني، ما فيهوش شوكليت يا هاله. ما هيك الفانيليا. طب انت داخله يمين ولا شمال؟ امتى هتخش الباب؟ انا حطير. حطير معاك. خلاص طيري كده، انا حطير كده يا بولد.